يعني يدرك ما بيني مع حضراتكم وثلاث اخوان لا يزالون يترافعون حتى الساعه. فانا لهذا اعتذر اليكم فاعذروني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي المحاضره التاسعه في سلسله محاضراتنا عن فتح مصر وفتح الاسلام لمصر. في صدر هذه المحاضرات ذكرنا ان سكان مصر عشيه الفتح الاسلامي كانوا خليطا من القبط والرومان واليونان واليهود. وعلى الرغم من مسيحيه اليونان والرومان في ذلك الوقت فان ومسيحيه اعداد كبيره من القبط ايضا، فان الصراع المذهبي بين هؤلاء المسيحيين حال بينهما وبين ان نعتبرهم امه واحده او مجموعه واحده. الصراع المذهبي حال بينهم يعتبر كذلك في الواقع عندما كانوا يعيشون هذا الصراع، وحال بينهم وبين ان يعتبروا كذلك في التاريخ. فكتب التاريخ كما سنرى واهمها كتب التاريخ القبطي لا تعبر عنهم جماعه واحده ولا امه واحده، وانما تعبر عنهم بالانتماء المذهبي الذي ينتمون اليه. النزاع المذهبي تكلمنا عنه قبل كده فيما يتعلق بالطبيعه الواحده والطبيعتين، مذهب الكنيسه المصريه ومذهب كنيسه الرومان التي كان مقرها انذاك القسطنطينيه. وقلنا انه هذا النزاع كان نزاع من الحكام، الملك القيصر او الحاكم الروماني امبراطور الامبراطوريه الرومانيه كان يرى مذهب الطبيعتين، والمصريون كانت كنيستهم ترى مذهب الطبيعه الواحده، وهذا الانقسام ادى الى اضطهادات ومشاكل. لكن هناك انقسام ثالث لم نذكره من قبل او ربما المحنا اليه اجماعا ولم نفصل في شانه، مع ان ردنا الاخطر من هذين الانقسامين. كان هذان الانقسامان في النهايه يعدان انقسامين داخل فرقه مسيحيه واحده. فرقه مسيحيه تؤمن بالثالوث الاب والابن والروح القدس، لكن تتحدث عن طبيعه هذا الثالوث وعن كيفيه ادارته بشؤون العالم. اما الصراع الثاني او النزاع الثاني او الخلاف الثاني فكان بين هذه الفرقه كلها المثلثون جميعا، منهم من كان على مذهب الطبيعه الواحده ومن كان على مذهب الطبيعتين، بين المثلثين جميعا وبين الموحدين من المسيحيين. في ذلك الوقت كان يوجد مسيحيون موحدون على ارض مصر وفي اماكن اخرى كثيره من العالم، بل في اماكن كثيره على ارض الخصوص من الدوله الرومانيه. هؤلاء المسيحيين او هؤلاء المسيحيون الموحدون كانوا فريقا، والمصريون الذين لم يعتنقوا المسيحيه اصلا، الذين لم يدخلوا في الدين المسيحي اصلا، الوثنيين من المصريين كانوا فريقا اخر، والقبط المختلفين كانوا فريقين، والرومان واليونان واليهود كانوا ثلاثه فرق. فهذه المجموعه من المكونات كلها كانت موجوده عشيه الفتح الاسلامي لمصر. اقول هذا لئلا يقول قائلون المصريون جاءوا فاخذوا الدوله القبطيه وذهبوا بها ادراجا بها. المصريون جاءوا فانكروا حضاره الاقباط واهملوها ولم يدرسوها لابنائنا. المصريون جاءوا فهم لا يتحدثون الان عن الحقبه، يقال هذا يقال الحقبه القبطيه في تاريخ مصر. زي ما بيقول اخونا الدكتور محمد عمار بيقول انه الرومان جاءوا ليضطهدوا المصريين الذين ليسوا على ملتهم ومذهبهم. وكانوا ينظرون الى المصريين الذين قبلوا مذهبهم وملتهم نظرة دونية، لانهم مستعمرين والمستعمرون عادة ينظرون الى الشعوب المستعمرة هذه النظرة. وكان الشعب في جانب والحكومة في جانب اخر، فلم يكن هناك شيء يمكن ان يسمى الحضارة القبطية او الدولة القبطية، انما كانت الدولة الرومانية والحضارة السائدة حضارة رومانية. والقبط كان لهم عقائد، بعضهم يعتقد في المسيحية على مذهب الطبيعتين وهم قلة، وبعضهم يعتقد في المسيحية على مذهب الطبيعة الواحدة وهم كثرة من الأقباط المسيحيين آنذاك، وبعضهم كان لا يزال وثنيا كما سنرى، وكان هناك اليونان والرومان واليهود. حنا النقيوسي هو أكثر مؤرخ لهذه الحقبة في تاريخ مصر يذكر الوثنيين في كتابه. يعني انا جمعت ست صفحات من طبعتين مختلفتين، سته هنا سته هنا، يذكر فيها والوثنيين والوثنيين اولئك الوثنيين، ويتهمهم باتهامات وصفوهم باوصاف. فهو اكثر مؤرخ لهذه الحقبه من التاريخ اشار الى وجود الوثنيين. اقول هذا لان كثيرا ممن يتولون الرد علينا في الانترنت وفي المواقع المختلفه يتهموننا بتزوير الحقائق. ويعني انا هذا اتهام لست معنيا بالرد عليه، لانه انا لم اقل كلمه في
هذه المحاضرات كلها إلا معزوات إلى مفضلها، وسيبدو هذا عندما يظهر نص مكتوب عن هذه المحاضرات. وقد ذكرت في كل موضع من أين أخذت ما أخذ. الموحدون المصريون أو الموحدون المصريون كان اسمهم الأريسيين، كانوا يلقبون بالأريسيين نسبة إلى راهب مصري اسمه آريس. آريس كان رجلاً ولد في ليبيا عند أم محبوب، وجاء من ليبيا إلى الإسكندرية وتعلم فيها المسيحية، وأصبح قصاً له مكانة، حتى إنه كان الكاهن المسؤول عن كنيسة في منطقة اسمها بوردي في الإسكندرية. الذين يعرفون الإسكندرية يعرفون هذا المكان، الذين لا يعرفونه هو كلهم أن بوردي هي اللي فيها مقر الحكومة الصيفي. حتى الآن من أيام الزركية من أيام الملك فؤاد حتى الآن هناك مقر صيفي للحكومة المصرية في بوردي. أول الثورة كان مغلقاً لأن الحكومة كانت تنعقد في قصر المنتزه. لما أقيمت الفيلات في المعمورة وبقت الحكومة تنعقد في المعمورة، لما تولى الرئيس السادات عاد إلى استعمال الحكومة لهذا القصر. فدلوقتي الدكتور نظيف ووزراءه بيقعدوا في هذا القصر في الصيف، ومن قبله رؤساء الوزراء. فمنطقة بوردي دي منطقة مركزية في الإسكندرية، وفيها شارع مسمى باسم واحد من أخطر المندوبين الساميين البريطانيين الذين حكموا مصر اسمه سير وينجت. فشيء أهم شارع أو أشهر شارع في بوردي شارع اسمه شارع وينجت. اللي عارفين إسكندرية يلاقوا إسكندرية يقولوا عليه وينجت، هو مش وينجت هو وينجت، الراجل اللي خرج الإنجليزي ده. فبوردي دي المنطقة مهمة في إسكندرية. كان الأسقف بتاع أو القصر الكاهن لكنيستها هو آريوس. آريوس كان يزعم على قول خصومه، وكان يقول على قول نفسه: إلا المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس إلها ولا هو ابن إله. المسيح عند آريوس، المسيح عليه السلام عند آريوس ليس إلها ولا هو ابن إله، ولكنه مخلوق كما خلق الله العالم من عدم، خلقه هو من عدم. آريوس يقول إن المسيح مخلوق زينا كلنا، خلق من العدم، وأن قدرة الله تبارك وتعالى على خلقه من العدم لا تقل عن قدرة الله تبارك وتعالى على خلق العالم كله من العدم. فإذا كان العالم كله مخلوقا من العدم فلا بأس أن يخلق، أو لا تثريب أو لا تكذيب أن يخلق المسيح من العدم. تفضل يا محمد فيها مكان، تفضل فيها مكان. كان يقول إن المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس إلها ولا هو ابن إله، ولكنه مخلوق من عدم كما خلق الله العالم من عدم. واتخذ لنفسه شعارا عجيبا، كان يقول لاتباعه: فلنتبع المسيح كما علمنا، فلنتبع المسيح كما علمنا المسيح، لا نتبع المسيح على هوانا، نتبع المسيح كما علمنا. واستند في قوله ان المسيح مخلوق وانه ليس الها الى نصوص الاناجيل لا تفسر الا اذا كان المسيح بشرا مخلوقا لله تبارك وتعالى ولم يكن إله. وأحسن مرجع معاصر حديث موجود بين أيدينا سعره رخيص في هذا الموضوع هو كتاب أخونا العزيز الدكتور فاضل سليمان، أخبار المسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وده زاد ماجستير صغيرة في الحجم لكنها جامعة لهذه الأقوال كلها. فالذين يحبون أن يطلعوا على مذهب الأدريسية ويعرفوا أصله إيه وتفاصيل كلامه إيه وأصوله قالوا عليه إيه، يشوفوا كتاب فاضل سليمان سيجدوا فيه الجواب الشافعي عن الفرع في كتب أخرى، لكن أنا بذكر ده بس لأنه مرجع بين أيدي الناس قريب. بعض المؤرخين المسيحيين الأوروبيين يزعمون أن الأريسيين كانوا أكثر عددا من الأرثوذكس. الأرثوذكس في ذلك الوقت كانت تطلق على الأرثوذكس والكاثوليك في زماننا، يعني الذين نسميهم الآن كاثوليك وأرثوذكس كانوا كلهم اسمهم أرثوذكس وقتها. فيقولون أن الأريسيين في ذلك الزمن كانوا أكثر عددا في العالم المسيحي من غير الأريسيين، يعني المسيحية الموحدة كانت أكثر عددا من المسيحية المثلثة. الأريوسية بقيت قائمة إلى سنة 325 بغير جدال، يعني ما حدش كان بينتقدهم ولا بيقولوا انتم مش مسيحيين ولا بيقولوا انتم كفرتم بغير 325. 325 انعقد مجمع مسيحي، المجمع هو اجتماع لجميع الأساقفة المسؤولين عن الكنائس إما في منطقة وإما في مقاطعة وإما في العالم كله. فالمجمع بيسموه المجمع المسكوني هو الذي يجمع أساقفة العالم كله. دلوقتي الفاتيكان بيطلق على المجامع دي كلمة سينودس إذا كانت محلية، سينودس الأساقفة في الشرق الأوسط، سينودس أساقفة لبنان. الأخ محمد ده عارف كل الحكاية دي كويس، لو كنت غلطان أنتبهي. فسينودس هو مجمع صغير خاص بالإسلام
المنطقة أو دولة. أما المجمع المسكوني فهو المجمع الذي يخص كل الكنائس التابعة للفاتيكان. فانعقد مجمع ميديا في سنة 325 وحضروا الأساقفة من العالم كله وأدانوا الأريوسية لأشد عبارات الإدانة. واعتبروا أن أريوس كاذب ومحب ومغرق وأنه يدخل في المسيحية ما ليس منها وأن أتباعه كفار وليسوا مسيحيين. وبدأ اضطهاد الأريوسية والأريوسيين في مصر منذ ذلك التاريخ. من 325 بدأ الاضطهاد يأتي للأريوسيين بعد ما كان الخلاف بين أصحاب المذهبين انضم إليهم أن أصحاب المذهبين كلهم بقوا ضد الأريوسيين وبقوا يتخذون الأريوسيين الموحدين. أخونا فضل سليمان يقول أن الأريوسية استمرت في مصر إلى ما بعد 641 يعني إلى ما بعد دخول 641 ميلادي إلى ما بعد دخول الإسلام على يد سيدنا عمرو بن العاص إلى مصر. وبيقول أيضا من مراجع يعني رجع إليها مراجع أوروبية بيقول إنها استمرت في أوروبا إلى سنة 581 ميلادية يعني في أوروبا قضي عليها قبل أن يبقى عليها في مصر لأنها لم يبقى عليها في مصر إلى أن جاء الفتح الإسلامي. صاحب اضطهاد الأريوسيين صاحب اضطهادهم نوع من الاحتقار يعني لن يكونوا مضطهدين فحسب هناك ناس كثير مضطهدين لكن دول ما كانش اضطهاد بس كان مع الاضطهاد احتقار لهم وهذا الاحتقار يبدو في عبارات يوحنا النقيوسي يوحنا النقيوسي لما يتكلم عنه يتكلم عنهم مع كلمة نجس مع كلمة رجس ومع كلمات من هذا النوع تدل على أنه لا يعيرهم التفاتا من حيث هم آدميون فضلا عن ان يعيرهم التفاتا من حيث هم مسيحيون لانهم يعتبرون غلاطقه خرجوا على المسيحيه وكفروا بها. الاريسيين بقى لم يكونوا في مصر وحدها وانما كانوا في اماكن كثيره جدا من الدوله الرومانيه الشرقيه كما كانوا في اماكن اخرى من اوروبا. لذلك الذين قرأوا من حضراتكم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل عقل امبراطور الروم في القسطنطينيه اللي هو احد الكتب التي ارسلت الى الحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبيه في فتره الهدنه. في كتاب هرقل الى امبراطور في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل امبراطور الروم يقول له من محمد بن عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك برعايه الاسلام اسلم تسلم. وقبل ما اقوم بكتاب الكتاب عايز اقف عن كلمه اسلم تسلم دي لان في واحد راجل قيم من اخواننا المسيحيين الطيبين اللي بيردوا عليا في بيردوا على هذه المحاضرات مش عليا انا يعني في المواقع المسيحيه على الانترنت قال انه ده يعني حرف الحقائق على مواضيعها بدليل انه ما ذكرش ولا مره كلمه اسلم تسلم اللي معناها اسلم والا تقتل يعني اما ان تسلم واما ان تموت بالسيف. الواقع هذه الكلمه لا علاقه لها بهذا هذه الكلمه معناها اسلم تسلم من عذاب الاخره اسلم تسلم من غضب الله عليك يوم القيامه لان الرساله بلغت اليك فلم تقبلها ده معنى اسلم تسلم مش تهديد هذا ترغيب وهذا تحذير وليس تهديدا ولا وعيدا اسلم تسلم ترغيب وتحذير في الدخول في مله الاسلام للنجاه من عقاب الاخره ولكنه ليس تهديدا من يومين فبس الاخوان اللي يكتبوا ياخذوا بالهم من الحاجه قال له اسلم تسلم واسلم يؤتيك الله اجرك مرتين قلت لحضراتكم لانه امر المسيح ثم امر محمد وان توليت فان عليك ده محمد الشاهد وان توليت فان عليك اثم الاريسيين ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. ايه اللي يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هرقل الاريسيين مع انه ما قالهاش للمقوقس زعيم القبط في مصر مع ان اصل الديانه الاريسيه مصري الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام للمقوقس ان الاريسيين كانوا مضطهدين في الدوله الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه كلها وكان المسؤول عن هذا الاضطهاد بما فيه اضطهاد في مصر هو هرقل فحذره من ان يتحمل اثم اضطهاد الاريسيين اللي هم المسيحيين الموحدين اذا لم يدخل في مله الاسلام وبالتالي يدفع هذا الاضطهاد عنه. لما كتب الى المقوقس قال له اسلم تسلم فان ابيت فان عليك اثم القبط. لان المقوقس وهو عامل هرقل على مصر كان يضطهد الاقباط الا على مذهب الطبيعه الواحده والاقباط الوثنيين والاقباط الموحدين. فقال له دول الاقباط يعني اهل مصر قال له الاقباط دول كلهم انت مسؤول عنهم سواء كانوا على غير وثام داخل المسيحيه ام كانوا وثنيين وانت تضطهدهم لانهم لم يؤمنوا بما تريدون ان يؤمنوا به. فده الفرق بين الروايتين روايه
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى العراق، حمله اذن الاريسيين الموحدين لما كانوا في كل الدوله الرومانيه، والفرق بين كتابه الى المقوقس حمله اسم القبط لانه كان محل الاضطهاد في هذا الوطن وهو مصر. العلامه الاستاذ ابو الحسن الندوي رحمه الله عليه يؤكد في كتابه عن سيره الرسول صلى الله عليه وسلم ان المقصودون بكلمه اريسيين في كتاب النبي الى العراق هم اتباع اريوس المصري، لا سماهم موحدين ولا سماهم حاجتين، انما قال اتباع القس اريوس المصري. وقبل ذلك بقرون نلاقي الامام ابو جعفر الطحاوي الازدي المشهور، هو احد الذين احيوا مكتسب اهل السنه والجماعه وحافظوا عليها، كان لها عمادان كبيران، احمد بن حنبل في بغداد والطحاوي في مصر، دول اللي وقفوا ضد خلق القران وقاوموا المعتزله ودافعوا عن ذلك دفاعا شديدا، فالطحاوي امام كبير ليس اماما صغيرا يعني. ابو جعفر الطحاوي في كتابه شرح في شرح معاني الاثار عندما يشرح كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى العراق يقول: وقد ذكر اهل المعرفه بهذه المعاني، انا استعيذ حضرتك تقف لحظه، الطحاوي بيقول اهل المعرفه بهذه المعاني، وينقل هنا كلام العارفين بالمذاهب المسيحيه، لا استكبر ولا انا علمي الاخير ولا انا اللي جبته من دينه ولا انا ما عرفتش اعرف زي، لا اهل المعرفه بهذه المعاني اخبروني، وقد ذكر بعض اهل المعرفه بهذه المعاني ان في رأس العراق جماعه تعرف بالاروسيه توحد الله وتعترف بعبودية المسيح له عز وجل ولا تقول شيئا مما يقول النصارى في ربوبيته، وإذا كان ذلك كذلك كلام الطحاوي، وإذا كان ذلك كذلك جاز أن تكون هذه هي الفرقة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى العراق. يعني كلمة الأريسيين كانت مفتدية، وفي بعض العلماء فسروها بفلاحين، لكن هذا التفسير لا معنى له، الفلاحين اسمهم فلاحين، بس ما همش أريسيين، هم ليه سموهم أريسيين؟ لأن دول أتباع أريوس اللي بيقول عنه الطحاوي اللي بيقول عنه النبي رحمة الله عليه. هؤلاء الأريسيون كانوا عددا غير قليلا من المصريين، وكان هناك القبط أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة، وكان هناك بقايا الوثنيين الذين أشار إليهم محمد اليوسف في مواضع من كتابه، كل هؤلاء تلقوا كلمة الإسلام ورسالته عندما وصل الطلاع جيش الفتح إلى مصر، تلقوها ونحن لا نستطيع أن نعرف أعدادهم إلا إذا خمنا. في ناس تقول 80,000 و80,000 و200,000 و200,000 مليون، ما نقدرش نعرف، ما نقدرش نعرف لأنه ما فيش إحصاء في ذلك الوقت نستطيع أن نستوثق منه، إنما نستطيع أن نقول أن كل الذين كانوا على غير مذهب القبط المصريين متخذين مذهب الطبيعه الواحده تلقوا كلمه الاسلام وهم لا يستغربون منها شيئا. اما الوثنيين فلم يسمعوا عن التوحيد الصالح قبل كده، سمعوا عن المسيحيه ما قبلوهاش. واما الاريسيون فهم موحدون يعتقدون ان عيسى عبد لله ورسول منه كما يرى المسلمون في جميع الانبياء انهم عباد الله ورسوله. فلم يجدوا غلاظه في ان يتقبلوا هذا الدين. الذين كانوا يضطهدون من قبل الرومانيين كان هذا الاضطهاد بالنسبه اليهم شيئا بغيضا مكروها، فما ان جاء المسلمون يقولون لهم سنرفع عنكم الاضطهاد حتى تغيرت افكارهم ونظروا الى هؤلاء نظره غير نظره العدو الى عدوه الذي يغزو بلده. هؤلاء هذه الفئات كلها يضاف اليها ما يقوله حنا نقيس. هذا الأقليس بيقول باللغز وأنا أنقل من كلامه، يتحدث عن مسيحيين مصريين كثيرين دخلوا الإسلام فيقول: والآن، أي وقتما كان يكتب، كثير من المصريين الذين كانوا مسيحيين كثير، خذوا بحضرتكم كلمة كثير مش واحد ولا 10 ولا 100 ولا 1000، كثير من المسيحيين المصريين الذين كانوا مسيحيين كذبة، كانوا مسيحيين ادعاء، كانوا مسيحيين بزعمهم لكنهم لم يكونوا مسيحيين عند يوحنا الاقليسي نفسه، كانوا مسيحيين كذبة انكروا العقيدة الارثوذكسية. انا بقول العقيدة الارثوذكسية كلام يوحنا لان بعض الكتاب المعاصرين بيقول الارثوذكسية دي لم تعرف في ايامهم، ما عرفتش غير بعد كده ب 100 سنة او 150 سنة. هذا كلام غير صحيح، يوحنا الاقليسي في كتابه يسميها من اول الكتاب لاخره العقيدة الارثوذكسية، ومسيريس بن المقفع من اول الكتاب لاخره يسميها العقيدة الارثوذكسية، ففي لخبطة شوية في القراءة ينبغي ان نقف عندها. فأنكروا العقيدة الأرثوذكسية والمعمودية الحية. تعرفين المسيح عندهم المسيحيين عندهم نظام اسمه التعميد في الفقه الإنسان اللي دخل المسيحية، أنكروا العقيدة الأرثوذكسية والمعمودية الحية وساروا في عقيدة الإسلام
فقبلوا التعليم الركس، الركس هي الركس، الركس والركس الاثنين معنى واحد، التعليم الركس للحيوان الذي هو، ولا أحب أن أذكر الاسم الذي يقول بعد ذلك لأنه بالنسبة إلينا اسم مشرف لا ينبغي أن يذكر في موضع ذم أبدا ولا على سبيل النقد. وقبلوا التعليم الركس للحيوان الذي هو، وأخطأوا مع هؤلاء الوثنيين الآخرين، وأخذوا في أيديهم السلاح وحاربوا المسيحيين. كل ذا كلام معقول، لكن مش معقول اللي قال. وكان أحدهم اسمه يوحنا الخلقيدون للديرسينا انضم إلى عقيدة الإسلام وترك زيه الكنسي واتخذ له سيفا وطارد المسيحيين المؤمنين بسيدنا يسوع المسيح. يعني إذن الإسلام الذي دخل فيه الناس عند وصول رائع فرق الإسلام إلى مكة لم يكن إسلاما بالنسبة إلى الناس غريبا أو غير معروف أو غير معروف، إنما دخلوا فيه بكثرة وآمنوا به بكثرة حتى يقص خلقيدون من دير سيناء ترك السيف الكهنوتي ولبس سيف حرب وخد سيف ومشي مع الجيش الإسلامي يحارب الرومان اللي كانوا بيحكموا مصر. يشير في موضع آخر من كتاب يوحنا النقيوسي إلى أن المسلمين بعبارة لازم فعل أشهر المسلمين صاحبوا معهم المصريين الذين تركوا المسيحية واعتنقوا ديانة هؤلاء البهائم بوحدها. صاحبوا معهم المصريين الذين تركوا المسيحية واعتنقوا ديانة هؤلاء البهائم أي المسلمين. عند فتح حسن بابليون يذكر كيف اضطهد الأريسيون أو الرومان، العبارة مبهمة ومبهمة في الطبعتين، في طبعة صارع عمر صارع بجليل وفي طبعة بشيع عبد المسيح، هم في عندنا طبعتين من كتاب يوحنا النقيوسي عبارة في طبعتين مبهمة. كيف على هذا الظن كيف أن الأريسيين أو الرومان الذين كانوا في حصن بافليون اضطهدوا الأقباط اللي كانوا معيشين فيه وقطعوا أيديهم ولم يسمحوا لهم بالخروج إلا بعد أن أحدثوا بهم هذه العهد. هذه النصوص التي تصرح تصريحا لا ريب فيه بانتقال بعض القبط او مجموعات منهم او كثير منهم الى الاسلام في الشهور الاولى بعد دخول المسلمين الى مصر يجب ان تذكر في كل مجموعه من الحقائق. الحقيقه الاولى الاضطهاد الروماني للمسيحيين الذين لم يقبلوا العقيده الرومانيه. الحقيقه الثانيه الاضطهاد الروماني المصري للذين بقوا على العقيده التوحيديه الاريسيين. الحقيقة الثالثة وجود قطاع من أهل مصر كان لا يزال على وثنيته الأولى، لم يدخل في المسيحية التي جاء بها الكنيسة المصرية ولا المسيحية التي روج لها الرومان. هؤلاء كلهم استقبلوا الإسلام بغير ضغائن سابقة، المضطهدون فرحوا بزمن الاضطهاد، والأريسيون الموحدون قالوا دين زيدنا ما فيش إشكال فيه، إحنا بنقول اللي هم بيقولوا، والذين كانوا على الوثنيه لم يكن عندهم مشكله في ان يقبلوا دينا توحيديا لان كانتهم ديانه عباده الاصنام والاوثان. المؤرخ المسيحي ساويرس بن المقفع يقول كان المصريون كلهم يشعرون ان انتصار المسلمين هو غضب من الله على الرومان، الله الذي كان يخدم جيوش الروم امام المسلمين لاجل امانته الفاسده. الامانه يعني العقيده، امانه الروم الفاسده يعني عقيده الروم الفاسده اللي هي طبيعتين كانت سببا ربانيا لكي تنزل الهزيمه بهؤلاء الروم امام جيوش المسلمين او تهزم جيوش الروم امام المسلمين القادمين من الهزيمه. لذلك لم يكن غريبا كما قلت المره الماضيه كنت اريد ان اقول لم يكن غريبا ان يرحب المصريون بالمسلمين ويعتبرونهم في الجمله، وانا بقول في الجمله بقى عشان اختلاف الاراء والمتاهل، يعتبرونهم في الجمله منقذين لهم من حكم البيزنطيين، منقذين لاهل مصر من الحكم الروماني باضطهاده وقسوته وتعذيبه للذين لا يتفقون معه. ولم يجد المصريون في هؤلاء المسلمين اعداء لدينهم باي وجه من الوجوه، ولا لمذهبهم الذي كان مذهب الأريسيين أو مذهبهم الذي كان مخالفا لمذهب البيزنطيون. وتقول الدكتورة سيدة إسماعيل كشف وهي مؤرخة شهيرة ومحترمة في مصر تقول لم يقابل المصريون المسلمين عندما جاءوا إلى مصر بما يقابل به العدو من دفع ومحاربة. وكان فقهاء المسلمين يفتون ببناء الكنائس واصلاح ما تهدم منها زي ما قلت حضراتكم المره اللي فاتت، وجعلوا اساس فتواهم ان ذلك من جمله عماره البلاد. فالناس لم يبنوا شيئا سيئا. الاعياد الدينيه
هي مظهر من اهم مظاهر التدين. لا يمكن تجد دين بدون اعياد. كل دين في الدنيا سماويا كان ام وضعيا له اعياد له ايام يحتفل الناس فيها بمناسبات دينيه. لما دخل الاسلام مصر ظل الاقباط بعد الفتح والى يوم الناس هذا يحتفلون بالاعياد الدينيه التي عاد منها المغريزي في خطط 16 عيدا وسماهم باسمائهم بالترتيب المتعلق بالسنه الهجريه والسنه القبطيه، وقال هؤلاء المسيحيون او القبط يحتفلون بهذه الاعياد حتى الان. وقال لنا معلومه غريبه جدا جدا جدا، احنا بعد شويه هنيجي على عيد الميلاد الاوروبيين بيقولوا عليه ديسمبر 25 ديسمبر و 24 ديسمبر، والاقباط المصريين بيقولوا عليه 7 يناير، والاقباط الشرقيين بيقولوا عليه 7 يناير. يقول المقريزي: وكان الفانوس اكثر شيء يباع في عيد الميلاد. فانوس ده بتاعنا اللي بنعمله في رمضان. يجي ياخذ العزيز دكتور احمد فؤاد سيد اللي حقق الكتاب المقريزي بيعمل هامش يقول: ولست ادري متى تحول الفانوس من عاده ميلاديه مسيحيه الى عاده رمضانيه اسلاميه. فالذين يظنون ان هذه الامه المصريه امم، وان هذا الشعب المصري شعوب، وان هذه المجموعه من الناس طوائف واهمون، نحن نتبادل التعادات والتقاليد ونستعير منهم ويستعيرون منا، ونفعل مثل ما كانوا يفعلون في بعض الاشياء ويفعلون مثل ما نفعل في اشياء اخرى، نحن امه واحده، والذين يحاولون ان يفرقوها بالطائفيه والعنصريه والعصبيه متوهمون انهم سينجحون فيها، لن ينجحوا. واذا حد فيكم سئل ما دليل عدم نجاحهم بدون الفانوس؟ ما فيش طفل من الاطفال ما مشيش بالفانوس في الشارع يقول حجر على الله على عمه او جده او خاله بالفانوس يقول له حجر حجر في رمضان. وده مش بتاعنا، ده جبناه من عيد الميلاد المسيحي القبطي المصري الذي كان كما قال المقريزي اكثر شيء يباع، اكثر شيء كان اكثر شيء يباع في الاسواق في ايام عيد الميلاد هو الفانوس. وايمن قال لنا، ايمن فؤاد سيد قال لنا ما يعرفش ازاي، وهو عالم محقق ما يعرفش ازاي انتقل للمسلمين. نفسي حد من طلاب التاريخ او طلاب الاجتماع اذا تبع لنا الفانوس ده يشوف لنا امتى حد مصري سمع من المسلمين من استعملوا الفانوس. وانا اظن ظنا قد يكون في عصر الفاطميين وقد لا يكون كذلك، لكن على حد من الشباب بقى يبحث المساله دي يشوف. مولانا الشيخ صبري رايح للفاطميين برضه، مولانا الشيخ صبري بيقول لنا فاطميين الحمد لله. في اول فتح اول شهر من شهور الفتح حصل حاجه غريبه، بعض القرى المصريه قاتلت مع الرومان ضد المسلمين، وبعدين هزم الرومان واخذ المصريون اسرى، فعمرو بن العاص فرح بالاسرى وارسلهم في سفينه ثم في البر الى المدينه المنوره. بدل ما يجي له الرسول يقول له شكرا انك بعت لنا الاسرى، بدل ما يجي له الرسول اللي هو بعته مع الاسرى ده بيقول له شكرا سيدنا عمر بيشكرك على الاسرى، رجع له الرسول بالاسرى مره ثانيه. وبعد خطاب تأنيب من سيدنا عمر قال له ايه اللي انت بعتهم دول؟ هؤلاء قوم من اهل ذمتكم اخطاوا فردهم الى بلادهم واعتبرهم في ذمتك وذمتي من معك من المسلمين. رجع كل الاسرى اللي كان سيدنا عمرو بن العاص واخدها. الجماعه الشباب اللي بيكتبوا في الانترنت يقولوا كانوا يقطعوا الايدين والرجلين والسنة عشان يجيبوا الابط ويتكلموا عربي وبتاع، بس يقروا المقاطع دي كتب التاريخ القبطي مش في كتبنا، كتب التاريخ القبطي بيشوفوا كيف رد هؤلاء الاسرى من بلادهم بلاد المدينه المنوره بلاد المسلمين الى مصر، ليقول له عمر انت واخد دول ليه؟ رجعهم الى قراهم وهم اهل ذمتك وذمه من معك من المسلمين. وبعدين نيجي بعد خمس سنوات، الكلام ده كان سنه 19 20، في سنه 25 26 قاتلنا بقياده عمرو بن العاص رجل كان قاد جيشا لغزوه الاسكندريه اسمه مانويل الخاصي اللي قلت لكم عنه المره اللي فاتت، وانهزم واخذ اسرى. فسيدنا عمر كان مات، سيدنا عثمان كان خليفه في ذلك الوقت، فعمرو بن العاص قال جرب مره ثانيه، ما هو سيدنا عمر ما رضاش يمكن سيدنا عثمان يرضى، فبعت الاسرى سيدنا عثمان فردهم لسيدنا عثمان وقال له جرت السنه على ان لا يؤسر من اهل مصر احد وانما هم ذمه للمسلمين. فين التعذيب وفين الاضطهاد وفين قطعنا الايدين والرجلين واللسنه ودول خليفتين راشدين متتاليين، مش واحد عمل فرقه والثاني لا، او الثاني فرق السنه على انهي سنه؟ مش سنه سيدنا محمد طبعا، مصر لم تفتح، دي سنه سيدنا عمر. قال له بركة السنه الا يؤخذ من اهل مصر اسرى، فيش اسارى يجوا من اهل مصر. طيب الفتح الاسلامي عمل في مصر حاجه غريبه، اليونان ثم الرومان لما جم يمنوا ثم رومنوا كل الاسماء المصريه، كل البلاد وكل القرى وكل المدن غير اسماءها زي الصهاينه اللي بيعملوها دلوقتي في فلسطين،
بيغيروا اسماء القرى واسماء المدن واسماء الشوارع واسماء حتى اسماء المساجد، بيغيروا اسم المسجد الفلسطيني لكي يبقى الطابع الصهيوني متمثلا في اللغه العبريه مسيطرا على البلد. كذلك كان اليونان والرومان يفعلون بمصر، يغيرون الاسماء من اللغه القبطيه الى اللغتين اليونانيه او الرومانيه لكي يضيع الطابع المصري. لكن طبعا المصريين مكرين، ما فيش لبدوا في الدره، فاضلين اسم البلد ما فاكرينه، واسم الشارع فاكرينه، اسم القريه فاكرينه، اول قديس في جبل فيها حافظينه. اول ما طلعوا الرومان او هاجموا الرومان عادت الاسماء المصريه القديمه الى القرى والمدن المصريه ومقامات القديسين الاقباط، وكان شيئا لم يتغير، وكان عده قرون مرت في الاضطهاد اليوناني والروماني لم تؤثر في المصريين شيئا، ولم يكن مسموحا في عهد الرومان واليونان بالكلام باللغه القبطيه، كانت تكتب بها في الدواوين لكن كان لا يتكلم بها. وكان يكتب بها في الدواوين يكتب معها باللغه الرومانيه او باللغه اليونانيه. كل ده معانا في الاضطهاد، ولما طردوا الموظفين المصريين لانهم على مدى الطبيعه الواحده تحولت لغه الدواوين الى اللغه الرومانيه. لما جم مصر ظلت دواوين مصر، ظهور المسلمين، ظلت دواوين مصر تكتب باللغه القبطيه الى عهد الملك ابن مروان. لم تعرب دواوين مصر الا في عهد الملك ابن مروان. احنا بنتكلم على عهد عمر بن الخطاب، والفرق حضراتكم تقدروا تعرفوا. احد الاساتذه المصريين بيتنقلوا عنه من كتاب فرنسي الدكتور زيد اسماعيل كشف، بيقول انه بعد نحو 15 عاما من الفتح الاسلامي كتب: ان العرب الذين وهبهم الله السياده في ايامنا لا يحاربون الدين المسيحي قط، بل يحافظون على ديننا ويحترمون الاساقفه والقديسين ويقدمون هدايا لكنائسنا. ده كلام قص اسقف مصطوري، وده مثلا من الولايات المسيحيه، كاتب الكلام ده بعد 15 سنه من الفتح، انه بيحترموا الاديان وبيحترموا المسيحيه وبيحترموا الرهبان والقصص وبيقدموا هدايا للاديان والكنائس، يعني يقدموا اليه هدايا بغضا ولا احتراما؟ طبعا احتراما لا شك في ذلك، لان هؤلاء اهل البلاد لهم دين، فلماذا نحاربهم في دينهم؟ ليس هذا من سلوكنا. واستمر المسلمون بعد ان فتحوا مصر على التقليد القائم من عدم فرض ضرائب على الكنائس والرهبان والاديره، فنشأت طبقات مسيحيه غنيه لانها اعفيت من الاعباء الماليه التي كانت مفروضه على بقيه الناس من الجزيه او الخرج. دول عليهم جزيه وعليهم خرج، والاديره طبعا لها مئات الافدنه وساعات الاف الافدنه بتزرعها وتبيع منتجاتها في الاسواق وتغل عليها دخلا، تدر عليها دخلا تستغله، ومع ذلك لم يتعرض لهم المسلمون ابدا، لا فرضوا عليهم ضريبه ولا اخذوا من اموال الكنائس شيئا زي ما قلنا المره اللي فاتت. على الرغم من كل عوامل التقليد دي، الاسلام لم يبدا في الانتشار الكامل في مصر بشكل واسع الا بعد القرن الاول. يعني قعدنا لغاية سنة 99 عشان القرن الأول إلى 300، بعد سنة 100 هجرية بدأ الإسلام ينتشر انتشارا واسعا في مصر. قبل كده 10 بيسلموا، 5 بيسلموا، 20 بيسلموا، قرية بتسلم، لكن ما فيش إسلام يحول البلد من المسيحية إلى الإسلام، أو من المسيحية والوثنية إلى الإسلام، أو من المسيحية بالمذاهبية الثلاثة إلى الإسلام، لا، ما فيش حاجة كده. في فلتات، لكن هذه الفلتات لا تحول البلد كلها إلى بلد إسلامي. يجي الدكتور جمال حمدان يقول: لقد تطلب التحول الديني من المسيحية بأقسامها واليهودية والوثنية إلى الإسلام نحو قرنين أو ثلاثة قرون، ولم تبلغ نسبة المسلمين في مصر نحو 80% من السكان إلا في القرن التاسع الميلادي، أي بعد ثلاثة قرون من فتح مصر بعد 300 سنة. احتاجنا 300 سنة عشان نوصل لنسبة 80% من السكان المسلمين، مش 30، مش قطعنا رقبتهم واللي ما رضاش يسلم ذبحناه، ما حصلش. ولو كان ذلك لقبلوا، لدخلوا اوكرانيا، ما دخلوش اوكرانيا. 300 سنه ليس بالامكان ان تقوم بالتكرار، بدليل ان الرومان اضطهدوا هذه المده ولم يحولوهم عن مذهبهم في شان الطبيعه الواحده. لو كان الاضطهاد بيفلح مع المصريين كانوا غيروا المفتوح، انما ما بيفلحش. وجميع العقائد التي مرت على ما استحتفظ بها المصريون كثيرهم او قليلهم ولم يغيروها تحت الاضطهادات. شوف كل الاضطهادات التي مرت على الناس، كل الاضطهادات التي مرت على الناس بسبب عقائدهم بقيت العقائد كما هي. مات جيل وجاء بعده جيل ومات جيل ثاني وجاء بعده. المصريين حاجه غريبه، لا يغيرون عقائدهم. والله يرحمه الشخصيه الطنطاوي كان بيقول: العقيده مش قميص نلبسه الصبح ونقلعه بالليل. لا، العقيده عقيده تبقى في القلوب ولا تتغير. فهذا هو حال المصريين، لا يغيرون عقائدهم مهما كان اضطهادهم. فالذين يحملون انتشار الاسلام على الاضطهاد الاسلامي اما مخطئون واما لم يقرأوا التاريخ قراءة كافية. المسيحية عند
الفتح الإسلامي كانت بالشكل الذي وصفته لحضراتكم من الضعف والتفرق، حتى إن بعض المؤرخين المسيحيين بيقول لدى آيرس اللي ذكرتني قبل كده، الأستاذ آي إتش آيرس الأستاذ في راقص، بيقول لم تتغلب المسيحية، لم تتغلب المسيحية في أعماق النفس المصرية، ولم تغير شيئا من روح الجنس المصري، ولم تصل للتأثير في الحياة الخاصة للأفراد، ولم تتحول الأرواح تحولا صادقا إلى المسيحية، لأن الشيء الذي كان قائما هو الصراع بين نصرانية الأقباط ونصرانية البيزنطيين. قال كانت خناقة، ما كانش عقائد، عقائد عن فئة تتخانق مع فئة تانية، لكن بقية المصريين ما كانش وصل لهم. يجي الدكتور جمال حمدان وانا بستشهد بيه كتير لانه لا يستطيع احد ان ينال من حيادي ولا يتهمه بشيء من التحيز ولا غيره. جمال حمدان يقول الواقع ان المسيحيه لم تنتشر في اوجها في مصر الا نصف انتشارا على الاكثر. يعني اقصى ما يمكن ان نقوله عن شر المسيحيه في اوج انتصار المسيحيه انه كان نصف السكان المصريين، اما النصف الثاني فكان اما على الميزانيه واما على الرئيسيه او على اشياء اخرى يعني لا نعرفها. لما نرى هذا كله، عندما نرى هذا كله ونرى البطء الذي انتشر به الإسلام الحنيف في مصر والطريقة التي دخل فيها القبط تدريجيا في هذا الدين، نستطيع وذلك ندرجه في التاريخ القبطي نفسها، نستطيع أن نفهم كيف يقول أبو سيف يوسف وهو باحث قبطي متميز ويساري التوتر قومي التوتر، كيف يقول أبو سيف يوسف في كتاب نفس الأقباط القوية العربية إن بين سكان مصر المسلمين 88% أصلهم أقباط من أهل البلاد دخلوا الإسلام. ده أبو سيف يوسف قبطي معاصر محل احترام جميع الناس المخالفين له والمتفقين معه لأمانته العلمية وصدقه، مش محتاج أوثقه، اللي يعرفه يعرفه، ما عرفش أي واحد يثقف أبو سيف يوسف درجته كام؟ يقول لك 10/10 أو 9/10 بالكثير. 9/10 ومع ذلك يقول لنا أن 88% من المسلمين أصلهم من الأقباط الذين دخلوا الإسلام، يعني آباؤهم كانوا أقباطاً دخلوا الإسلام، كانوا على الديانات الأخرى وقتما دخلوا الإسلام وأسلموا ودول مسلوهم وأحفادهم 88%. يقول أن الثابت التاريخياً أن كثيرين من قبط مصر دخلوا في الإسلام طوعاً عن اقتناع، وهناك قطاع من القبط تحول الى الاسلام بدافع الرغبه في تحقيق المساواه السياسيه والاجتماعيه مع المسلمين الذين فتحوا البلاد، وهناك نسبه منهم دخلت بسبب النظم الماليه التي طبقت على المصريين، مقصود هنا الخراج الجزئي، خراج ضريبه الارض الزراعيه والجزئه على الرؤوس. هذه كانت اسباب اكبرها الاقتناع، يليها الرغبه في المساواه الاجتماعيه والسياسيه مع الفاتحين، يليها ان بعض الناس كانوا يتهربون من بعض الالتزامات الماليه. إذا سيبنا الأقباط المصريين المعاصرين المحترمين ورحنا لواحد فرنسي يطلعوا فرنسيين دول ناس كويسين خالص كلهم، ما بيعملوش أي حاجة غلط. مش كده أنتوا عارفين نابليون بنت الحضارة وعندنا المكنة دي اسمها المطبعة، ولولا نابليون ما كانش الأهرام اكتشف، حاجات كتير قوي كلها يعني. ودلوقتي طبعا فرنسيين بيعملوا فينا حاجات كتير جديدة برضه كويسة يعني. نشوف المستشرق ماسينيون الفرنساوي ليس ماسينيون، والذين يدرسون الدراسات الاجتماعية والنظرية يعرفوا ليس ماسينيون في التاريخ الفلسفي، كلام كثير قوي وكلام عن الصوفية وكلام عن الحلاج وكلام طويل عريض الله أعلم به، لكن ليس ماسينيون له كتابه أشهر كتبه اسمه حوريات الإسلام. حوريات الإسلام بيتكلم فيه عن المصريين وإلى أي فئات ينقسمون، كيف ينقسم المصريون المعاصرون، تبدأ 1955. فبيقول إن 6% من القبائل العربية في ذلك الوقت، من القبائل من المصريين في ذلك الوقت كان 6% يا أخي معروف بس. ما تعمليش دكتوروني كل العرب مش عارف إيه، 6% بس من المصريين كانوا من القبائل العربية الخاصة. 6% من المصريين كانوا من القبائل العربية الخاصة. 2% 2% كانوا من البربر. و2% كانوا من الحاميين من اصول حاميه وليس من اصول انسانيه. و88% مصريون اصليون اسلموا، نفس النسبه التي يقولها ابو سيف يوسف، و2% مصريين لم يسلموا وبقوا على المسيحيه. طبعا النسبه دي زادت، احنا بنقول دلوقتي 4.5 5.5 6.5 حسب الاحصاءات المختلفه، لكن لا تزيد على هذا. وطبعا في احصاءات رسميه وفي احصاءات غير رسميه، فالمساله طبعا في اخواننا الاطباق الطيبين بيقولوا لا لا، الكنيسه عندها احصائيات تخصها، ونحن دائما في مساله الاحصاء دي كل ما يتكلم الغطاس،
انشروا الاحصاءات اللي عندكم والدوله تنشر الاحصاءات اللي عندها ونجيب فيها تندر وحاجه وحاكم من الاحصائيين نشوف ايهما اقوى مستقبلا. دوله بقى لها دلوقتي ثلاث مرات ما بتنشرش الاحصاء القبطي، ما بتنشرش الاحصاء بحسب الديانه. وانا قلت ولا زلت اقول انني ارجو من البابا شنودة وهو يتكلم في كل المسائل المتعلقه بالاحصاء انه يطالب الدوله بنشر الاحصاء القبطي. ليه سائل على الحكايه دي؟ ما دام هو بيقول انهم 15 مليون ولا 8 مليون ولا 20 مليون ولا اي رقم، ما يقول للدوله شو الاحصاء عشان تثبت الحقيقه، لكنه لا يقول ذلك ولا اي وقت بيطلب من الدوله. وانا بطالب الدوله انها تنشر الاحصاء عشان يتبين الحق من الهوى، لكن ما حدش عايز ينشر الاحصاء لاسباب بعدها الفرنسيين برضه. الفرنسيين هم اللي عملوا الاحصاء. طيب اخونا الدكتور محمد عماره رد على الدعوات الطائفيه الموصوليه اللي بنحكي اليها من شويه، رد جميله. قال انه في فريقين من الناس، فريق يؤيد الدعوات الطائفيه الموصوليه وفريق ضد الدعوات الطائفيه الموصوليه. بدات الدعوات الموصوليه عنده سنه 47 عندما كتب القمص سيرجيوس اللي بيسموه خطيب الثوره، خطيب الثوره المصريه، القمص سيرجيوس خطب او كتب سنه 47 يقول ان ارض الاسلام هي الحجاز فقط. الحقيقه انا ابدا قبل كده بشويه، ابدا سنه 1910 المؤتمر القبطي الذي عقد في اسيوط وكانت له مطالب لا تزال بعضها يطالب به حتى الان، وهي مطالب طائفيه بحته وليست مطالب وطنيه. وبالتالي رد عليه المسلمون برئاسه محمد زياد باشا بالمؤتمر المصري انعقد هنا في مصر الجديده في هليوبوليس، وكانت مطالبه وطنيه تشمل الاطباق والمسلمين جميعا. فعندنا المؤتمر القبطي والمؤتمر المصري دول 1910 1911. لو نسينا دول عشان نمشي مع محمد عمار، أن ليس سنة 47 قمص سيرجيوس، وبعدين يرد على هذه الدعوات بطريقتين، يذكر أصحاب الدعوات الطائفية ويذكر المخالفين لها. فمن الدعوات الطائفية، من أصحاب الدعوة الطائفية البابا شنودة فمن دونهم رجال الكنيسة، والقمص سيرجيوس طبعا، وسليم نجيب، والأنبا جريجوريوس، وكمال فريد إسحاق، ورسمي عبد الملك، والأنبا مرقص المتحدث الإعلامي السابق باسم الكنيسة، والأنبا توماس. ومشروع جامعه الامه القبطيه الذي اعد وكتب ونشر سنه 1952 وكان من المنتمين اليه الاب شنودة نفسه. واعلان المشروع السياسي للكنيسه سنه 77 بعد توالي الاب شنودة بست سنوات تقريبا او ست سنوات ونص. واقامه بعض اقباط المهجر حكومه منفى في المانيا لم تبنها الكنيسه المصريه حتى اليوم. وهو تكلم، هو يقول انه تكلم مع البابا في هذه المساله، فقالوا وهم بيتكلموا مع بعض كده، قالوا شويه ناس مجانين، لكن لم يصدر من الكنيسه اي ادانه حتى الان لهذه الحكومه المصريه القبطيه في المنفى. يجي يذكر الفريق الثاني بقى اللي بياخد ضد الدعوات الطائفيه، اللي بياخد مع وحده الوطن المصري، مع وحده الامه المصريه. فيذكر في مكرم عبيد والانبا موسى والانبا يوحنا قلت والغالي شكري والانبا عبد الملك والدكتور رؤوف نظمي المشهور والدكتور محبوب عمر وصادق عزيز والانبا او الاسقف مانتا المسكين التوفي قريبا. يقول دول فرقتين، فرقه تعمل بمشروع طائفي يستهدف قسمه الامه ولتحقيق مكاسب سياسيه قصيره النظر، وفرقه تعمل لوحده الامه المصريه لتحقيق مكاسب عامه للجميع على المدى الطويل والمستمر، لا تتغير بتغير القيادات ولا الاشخاص ولا الاوقات. وهو طبعا ونحن وكثير من المصريين مع الفرقه العامله لوحده الوطن لا مع الفرقه العامله لفرقته وتقسيمه طائفي. حاصل الكلام اللي بيقوله باتلر اللي ذكرتوه بعض المرات قبل كده عن اسباب دخول المصريين في الاسلام، باتلر نفسه بيقول الموحدين وجدوا في الاسلام، الموحدين الافريقيين وجدوا في الاسلام المسيحيه التي بشر بها المسيح والحواريون. وبعدين كثير من اهل الراي والفصاحه كرهوا المسيحيه لما كان منها من عصيان بصاحبها في من حيث الحب والرجاء في الله والقتل والاضطهاد بين شعوبها واحزابها. وبدا لهؤلاء العقلاء ان الاسلام عاصم بامنه من هذه الفتنه، فاستظلوا، ده كلام بختر، فاستظلوا بوداعته وطمانينته. بدا لكثير من عقلاء الاخبار المصريين الاسلام عاصم من الفتنه، فدخلوا فيه لكي يستظلوا بطمانينته وبوداعته وطمانينته. تصرف المسلمين الفاتحين كان تصرفا كريما مع الاخبار، حبب الناس اليهم وحببهم في دينهم. ومن ذلك الواقعة مش عارف حكيتها ولا لا المرة اللي فاتت، واقعة القبط المصريين الذين اعتدى الرومان عليهم في اثناء الحرب بين عمرو بن العاص والرومان. فلما انتهت الحرب بعد هزيمة النبيين القصيين دول لعمرو قالوا له احنا اعتدي على القرآن في ايام الحرب اللي
أن تدافع عنا، فكيف لم تدافع عنا وتركتنا للرومان ينصبون أموالنا ويعملوا كذا وكذا وكذا وكذا؟ فطيب عمرو خاطرة وعوضهم عما أخذ منهم وردهم إلى بلادهم سالمين. يعني اعتبر أن مخطئ فعلا ومقصر، ولا عبارة تدل على أنه كان يتمنى أن قال يا ريتني يا ريتني ما استنيتوش واستناهم لما يدخلوا اسكندرية ويجوا على الفسطاط، فعرفهم في السكة فهزمهم. قال يا ريتني كنت رحت لهم اسكندرية كنت هزمتهم هناك، فكنت حميت هذه القرى المصرية من أن يصيبها هذا الذي أصابها. بكر بيقول قالوا له كان لنا أن تقاتل عنا لأن في ذمتك وقد أصابنا من وراء ذلك ما أصابنا. كانوا على حق في شكواهم، لكنك قلما تجد من الفاتحين من يعبأ بمثل تلك الشكوى. إلى عمر فإنه ندم وقال يا ليتني كنت لقيت الروح حين خرجوا من الإسكندرية وأمر بتعويض القبط عما فقدوه من أموالهم. قال بكر ولم يكن ذلك إلا دالا على ما كان عليه عمرو بن العاص من حسن الرأي في الحكم وما كان متصفا به من دليل الشيم. يعني دي شهادة من بكر مش مننا بتقول هذا الكلام. جمال حمدان أكبر سبب جديد بيقول إن المصريين لم يشعروا بغربتهم عن العرب الذين كان الإسلام دينهم، لا لسبب إلا لأن العنصر العربي من أصل قاعدي واحد مشترك مع العنصر المصري، فكلاهما أقارب جنسيا منذ ما قبل الإسلام بل منذ ما قبل التاريخ. فكنا حضراتكم لما اتكلمنا عن القبائل العربية وقلنا أنا أعرف أقارب الأسس وما قبل الأسس، كما حضرتك بيخص جملة صغيرة، هم أقارب جنسيا، خط القاعدة الذي يجمعهم واحد، أقارب جنسيا منذ ما قبل التاريخ، فما شعروش بغربة. ما لو شوفوا بيضة شعرهم أصفر بشدة ملكة، لو شوفوا بيضة شعرهم أصفر ولا خواجات ولا جايين بجين تاني، بالعكس ناس زينا زيهم. كنت تشوف أي واحد من الجزيرة العربية النهاردة جاي ولا أي واحد جاي من اليمن تلاقيه زي عمك زي خالك زي ابن عمك أو زيك أنت، ولا تشعر بغربة في العالم. واحد مؤرخ أوروبي تاني اسمه سيديو ومن أكثر الأرقام الفتح الإسلامي في مصر بيقول إن من أهم أسباب دخول المصريين في الإسلام أن معظم المال الذي كان يربى بالنصر كان يعاد إنفاقه فيها. فالفندية الكسابين اللي بيقولوا ده لما بعت له المال قليل قال له هبعت أموتك وهبعت أذبحك ولو ما ذبحتهمش وبعتهم لي مكة تعمر المدينة تعمر ومصر تخرب، كل ده كده كل ده كده. ده سيديو خواجة إسباني ولا تعبير ولا فرنساوي معرفش منيته إيه، يعني معرفش نسيته إيه، بيقول معظم المال الذي كان يبقى من مصر كان ينفق في مصالحها وعمارة بلدانها ومرافقها، وكان الإسلام يتعلم من يدخل فيه مثل مال أهله الأصليين سواء بسواء. مش احنا اللي بيستنكر لك ما لنا وعليك ما عليك؟ فالراجل سيدي ده قال العبارة دي وقال الناس لم يتوقفوا عن قبول الإسلام لأنه كان يؤدي إليهم أموالهم يدفعها في بلدهم يعمروا بها بلدانهم، ولأنه كان يجعل من دخل فيه مثل مال أهله الأصليين. عندئذ نقدر نفهم كلام توماس أرنولد. عندئذ نقدر نفهم كلام توماس أرنولد اللي بيقول لقد تحول كثير من هؤلاء القبط إلى الإسلام قبل أن يتم الفتح. قبل أن يتم الفتح، توماس أرنولد مش واحد ثاني، توماس أرنولد المستشرق الأكبر في إنجلترا. تحول كثير من هؤلاء القبط إلى الإسلام قبل أن يتم الفتح حين كانت الإسكندرية حاضرة مصر يومئذ لا تزال تقاوم الفاتحين، وسار كثير من القبط على نهي إخوانهم بعد ذلك بسنين قليلة. ده كلام توماس أرنولد في كتابه المشهور دعوة الإسلام، عندنا كمان موجود باللغة العربية مترجم بلغات كثيرة مترجم، بيقول هذا النص. لما نقرأ ده نفهم كلام محمد العمارة اللي بيعمل حاجة غريبة. محمد العمارة في عندنا خلاف كبير في الفقه الاسلامي بين النص، هل فتحت صلحا ام فتحت عنوه؟ فالدكتور محمد العمارة قال الخلاف ده ليس له محل، لان مصر الحكومه مصر الدوله مصر الرومانيه فتحت عنوه الله بعهد السيف وبهزيمتهم في حصن بابليون وهزيمتهم في الحصون الاخرى لغايه الاسكندريه. اما مصر الشعب مصر المواطنين مصر الاقباط الطيبين مصر اصحابنا وقرايبنا واصدقائنا والبقال بتاعنا والدكتور اللي هنروح له والطبيب اللي بيتقابل في المستشفى والمهندس اللي بنى العماره وطلعت مش كويسه، مصر دول دول فتحت صلحه. انا قلت لك مش كويسه عشان فينا مهندسين بنى عماره طلعت كويسه، فمش قادر اقول بنى عماره بس المهندسين اللي بنى العماره طلعت مش كويسه دول من اهلنا برضه. فهؤلاء فتحوا صلحا لانهم دخلوا بهذه الاسباب السابقه في الاسلام. طبعا ده كلام ما يحلش الخلاف الفقهي،
يعني من ناحيه الفقهيه لسه الخلاف قائم، بس اكبر من ذلك الخلاف واكبر من كلام الدكتور محمد عماره، كلام ارنولد نفسه اللي بيقول وبالرغم من الخلاف حول مصر فتحت عنوه ان فتحت صوعا فان المصريين عوملوا دائما كما لو كانت بلدهم مفتوحه صلحا. يعني العرب المسلمين دول اهملوا قصه الفتح من السيف، اهملوا قصه الفتح عنوه وعاملوا اهل مصر دائما في كل الاوقات الاسلاميه كما لو كانت مصر قد فتحت صلحا ولم تفتح عنوه. من هذا اخواني واخواتي نوقن، وانا بقول نوقن عشان الناس اللي بيشتمونا يعرفوا ان احنا موقنين مش من اهل مش من خمر، نوقن ان مقوله ان المصريين العرب اللي زي حضراتكم ضيوف على المصريين الاقباط مقوله فاسده. وان المقوله الثانيه المسلمين ضيوف على المسيحيين مقوله اشد فسادا، تكذبها حقائق التاريخ وتكذبها حقائق الواقع وتكذبها مقولات المؤرخين المسيحيين المصريين والاجانب وليس مقولات المؤرخين المسلمين. هذا بعض المحاضره دي المحاضره الماضيه انا معظم كلامي لم يكن كله من كتب مؤرخين للمسلمين، وما نقلته من كتب المسلمين اما انهم نقلوه من اجانب غير مسلمين واما انه يؤكد ويؤيد ما نقلته اصلا من غير المسلمين. فحقائق التاريخ تكذب ما يدعونه وحقائق الواقع تكذب ما يدعونه، والعمل بقسمه هذا الشعب الى طوائف لن ينجح ابدا، سيبقى المصريون امه واحده وطائفه واحده وعقائد متباينه لا تفرق بين ابناء هذا الوطن، انما الذين يحاولون التفرقه بهذه العقائد هم الذين سيبوؤون بالخسران ويعودون بالخذلان. بقي علينا في موضوع فتح مصر ده كله شيء وحيد، وهو ان نتعرف الى بعض الكرام البرع الذين هدونا الى هذا الدين واهدوا هذا الدين الينا، الى بعض الصحابه اللي قلت لكم عددهم 357 على الاقل اللي دخلوا مصر و 140 على الاقل اللي شاركوا في الفتح، نتعرف الى عدد قليل جدا منهم بطريقه شديده الايجاز، وسنفعل ذلك في الاسبوع القادم ان شاء الله. أنا اليوم أعتذر عن الإجابة على الأسئلة بسبب الإرهاق الشديد الذي أنا فيه، وبسبب أن عندي عمل آخر سأقوم به الآن قد يأخذ ساعتين تانيين، فاعذروني إن شاء الله الأسبوع الجاي الأستاذ محبوب يجيب لي جميع الأسئلة كلها ويكون عندي وقت أطول أرد عليها.